السلام عليكم، معكم مصطفى جلال من تعليم الألوان. هنتعلم ازاي نطلع اللون الأكر من الألوان الموجودة قدامنا، الأزرق، الأسمر، الأصفر، الأحمر، الأبيض. هنخلطهم على بعض عشان يدي اللون الأكر ده. اللون الأكر ده بالمناسبة أنا مركبه، مش جايبه جاهز لأنه كان خلصان من عندي، وكنت عاوز أعمل لوحة فيها ألوان أكر كتير، فطلعتها من الألوان اللي قدامنا ديت. فقلت إن أنا أفيدكم بالمعلومة، أتمنى تكون معلومة مفيدة وكل استفاد منها. أسيبكم مع الفيديو، سلام.